نسوي كل شيء حق رمضان نفس البيوت يعني مثل الثريد والصالونة والعيش. اي اول قبل رمضان باسبوع او اسبوعين ينظفون البيت يجهزون كل شيء، شيء ناقص يجيبونه. لا انا العوده لنا ويا امي اساعدها اشيل واحط. اي ما عندنا الا احنا خمس بنات. اي طبعا نلعب الخشيشه والخبصه والسكينه نلعب وياهم الصبيان بروحهم والبنات بروحهم. اي ابوي بحار يروح البحار يصيد سمك وبيعه بحار. اي أحب الهامور، أحب الصافي أكثر شيء، الشعري ونسوي القبقة حق السحور، يسوي القبقة يجمعون العيال في البيت كلهم تقبق، يعني القبقة يعني الساعة واحدة في الليل إيه اللي يأكل، بس هذا هي القبقة هي سحور مرة واحدة إيه بس هذا هي. ولنكلنا خلصنا نقل لين يأذن الفير نصلي ونقرأ القرآن وبس، كل واحدة يرقد أو يروح بيته.